حياكم الله من جديد. قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 38 طائرة هجومية بدون طيار وصاروخين باليستيين من طراز إسكندر إم على أوكرانيا خلال الليل. وقال سلاح الجو الأوكراني إن كل أنحاء أوكرانيا تحت حالة تأهب تحسبا لأي غارات جوية روسية جديدة. تقول روسيا مشاهدين إن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في معركة كورسك الحدودية. المعارك المشتعلة دفعت لإجلاء المزيد من السكان، حيث أفاد مراسل العربية بإجلاء 11 ألف مواطن من مدينة في مقاطعة بلغرود، منهم 1000 نازح يقيمون في مخيمات. هذا ودوت صفارات الإنذار في مدينة كورسك بينما ظهرت الشوارع شبه خالية من المارة. جورناليست